التحية بتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام هنا في هذا المكان في هذا الميدان شوطنا 12 في مجموعة الأشواط يسير بهذه الأسماء القوية والعملاقة خاص بالجعدان شوط من الأشواط الإضافية التي وضعت من قبل اللجان العليا المنظمة لهذا الميدان من قبل نادي دبي لسباقات الهجن. على بركة الله تعلن هذه الانطلاقة ويعلن هذا الشوط بهذا المسار القوي وهذا المسار الفعال. أول المراكز مباشرة مع الفارس منصور بن علي بالخصب الاكتبي اللي يقدم هذا الشعار الأخضر هنا والشعار الهيراوي المعروف بشعار السماح. المركز الثاني نتابع المركز الثاني هياض محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، وعلى ثالث المراكز هذا سلهود عبد الله بن بعضد بن محمد الجاري الاكتبي ياتي ثالثا غادم بكل قوة، بينما المركز الرابع الله يتبر جاسم بن سالم بن جاسم المسافري بمتابعة عبد الله بن خادم بن صالح الزرعي. هذه المراكز الأولى، هذه التحديات، هذه الانطلاقة، وأيضا قدوم هناك من المركز الخامس من محتفل مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي. هذه مراكزنا الأولى وعودتنا للصدارة، عودتنا إلى الفارس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللي انفرد عن بقية المشاركين الفارس وسلالة الفارس وانتاج محمية الروية. سلام يا الفارس، سلام سلام يا اهالي الهير، سلام اهالي الهير ينتظرون التحية والسلام والاحترام. هنا منصور بن علي بالخصب الاكتبي المركز الثاني، خذ حضرك بالمركز الثاني اللي واصل محتفل محتفل قادم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي اللي قادم هنا ومحتل المركز الثاني، ولكن الصدارة هو البداية. هذا الفارس 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 لا زال صامدا صمود اليبال السود. الفارس خلاص الفارس، وبالضبيب بالضبيب والفارس، الفارس بالضبيب، ولكن بالضبيب والفارس، واللحظات الأخيرة فوت وفنش ما بين الفارس وما بين المحتفل، ولكن الفارس. سلام يا الهير، سلام، تهانينا المنصور بن علي بالخصم على فوز الفارس بالمركز الأول. المركز الثاني محتفل مبارك بن خليفة بضبيب الشامسي، والمركز الثالث اللي احتل المركز الثالث أيضا ومشاهدينا متابعينا الكرام دخول كان جماعي ايضا في هذا الشوط. نعود بالتهاني والناموس لمالك الفارس منصور بن علي بالخصم، مشكور يا ابو علي، وسلامي هالي الهير، سلام تحية واحترام. التوقيت دقيقتين وعشر ثواني قطع هذه